العربية وهندخلها عشان تبتدي الراجل سمكري يفك الباب اللي في المشكلة اللي في الحادثة ويظبط الباب الخلفي وشوية الخدوش اللي حصلت نتيجة الخبطة اللطيفة دي. الحمد لله على كل حال طبعا. وهنبتدي نشوف كده سوا الراجل يبتدي يشتغل ازاي. ويلا بينا. السمكري يعتبر خلص اول مرحله, فكك محتويات الابواب والاقصدام الامامي والخلفي, وبعدين ابتدى ان هو يجهز العربيه عشان خاطر يبتدي يشتغل فيها, يرد الحاجات اللي هي تترد على البارد والحاجات اللي مش هينفع ترد على البارد هيردها على السخن. وهنشوف سوا كده هو هيعمل ايه. كده البوياج المفروض ان هو استلم العربيه من السمكري وابتدى ان هو يحضرها وابتدى يشوف الاماكن اللي عايزها تتظبط بعد ما السمكري صف كل الحاجات اللي على العربيه من بويا ومواد قديمه. تمام. وابتدى ان هو البوياج يبتدي يحضر العربيه عشان يبتدي ان هو يجهزها علشان نشوفها معاه, وبعدين نبتدي لو في ملاحظات لينا على الشغل نبتدي نقول له يعدله لحد ما نوصل للمرحله اللي هي هيبتدي يحط الفيلر ويبتدي يجهز العربية عشان تتدهن. هنشوف كده. كده وصلنا للمرحلة اللي العربية بقت جاهزة فيها عشان تحط عليها الفيلر. وهنشوف العربية بعد ما البوهاجي حط الفيلر عليها. تمام. وهو بيحضر الاكسدام والامامي والخلفي عشان يبتدوا ان هم ياخدوا فيلر هم رخين عشان خاطر يبتدي يجهز العربية عشان تخش.
كده ان شاء الله العربيه داخله تترش دلوقتي حالا في الكابينه، وان شاء الله نشوفها بعد ما تخلص باذن الله.